طب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بموضوع التنشن ممبر اللي هو من أهم، على فكرة، من أهم مواضيع المد. طيب هسا عندي ممبر، نرسم على رسمة ثانية. عندي ممبر نفرض اللي هو ليج، تمام؟ ليج اللي هي الأنجل، مثبتة في برغي من هون وبرغي من هون. طبعا تثبت في إشي اسمه الجاست بليت. دائما الممبرز هاي اللي هي سواء أنجل أو وايد فلانج او اي شيء من اللي اخذناهم ثبت في شيء اسمه الجاست بليت. تمام. المهم، وهي تعرض لقوه شد زيك، هي بتكون مستمره. احنا اخذنا يعني نتفرج على هاي الجزئيه اللي تهمنا. هي بتكون تتعرض لقوه شد زيك، مقدارها فيو، ما بتهمني حاليا. تمام. المهم هسه بضل هذا العنصر اشد فيه اشد فيه اشد فيه، في الاخير راح ينهار لعند قوه معينه، راح ينهار. هسه في التنشن ممبر في ثلاث انواع للانهيار. تمام. اول نوع اللي هو اليلدنج، تمام، هو بصير على في جزء المساحه اللي هي اجروس، بصير في مساحه اسمها اجروس اللي هي من وين، اللي هي هاي مساحه المقطع كامل. تمام. يعني لو كان بليت، تمام، راح نشوف ناخذ مساحة المقطع هيك. لو كانت ليج راح ناخذ مساحة المقطع اللي هو ليج. تمام. زي هيك مساحة المقطع اللي هي ايه جروس. تمام. طبعا الليج والوايد فلانج والشانل كله هذا بنجيب مساحته من الكود، اما البليت بيكون له ابعاد بنضربها ونطلعها. هذا اول نوع من انواع الانهيار اللي هي اليلدنج. تمام. اليلدنج مكتوبها اول نوع. ثاني نوع اللي هو الربتشر. الربتشر هو انه هي عندي براغي من هون وانا بشد، بصير كسر عند منطقة البراغي. تمام. يعني على اساس انه تكون الصورة اوضح، لو اخذنا بليت مش انجل، بليت عادي صفيحة عادية، هي هون برغي هون برغي. تمام. وهي الجاست بليت المثبتة فيها. تمام. وفي عندي قوة شد زيك، حلو، راح صير كسر في البراغي هاي هيك. تمام. فالمساحة هاي حكينا اليلدنج احنا بتأثر في مساحة ايجروس، صح؟ ايجروس اللي بتأثر لها مساحة المقطع كامل، بس في الربشر مش مساحة المقطع كامل، مساحة المقطع مطروح منه مساحة البراغي لانه هون في ثقوب في المقطع هذا، فاللي هي ايش، ايه نت. تمام. او اذا كانت انجل او وايد فلانج ما بتكون ايه نت، بتكون ايه افكتيف، راح نتعلمها هاي ان شاء الله. تمام. الانهيار الثالث اللي ممكن ينهار الجسم نتيجة الشد هو اشي اسمه البلوك شير. بلوك، عفوا، شير. تمام. البلوك شير بيكون عندي هاي جاست بليت، تمام، وهي مثلا بليت عادي، في هون برغي وهون برغي. تمام. حلو. وانا بعرضه لقوة شد زي هيك، تمام، فراح ينهار الجسم زي هيك، هاي من هون هيك هيك، هاي القطعة بتضلها ثابتة، هاي بتضلها موجودة في الجست بليت، والجسم هذا بيطلع معي الجسم، بيضل هاي لحالها بنفصله يعني. تمام. هذا البلوك شير. او مثلا يعني مثال صورة ثانية على البلوك شير ممكن تصير، هاي نفس البليت نفسها، تمام، هاي البرغيان وهي الجست بليت اللي مثبتة فيها، وهي قوة شد من هون هيك بتصير. تمام. راح يفلت زي هيك، هاي تنكسر هيك وهاي تنكسر هيك، هدول يضلوا. تمام. وتطلع هاي القطعة. تمام. هذا هو البلوك شير. المهم هسه راح نتعلم المساحات هاي كيف نحسبها، لأنه بهمني كثير أحسب المساحات عشان لما أجي أصمم اللي هم الاي جروس والاي نت والاي افكتيف. يجي بسم الله. طيب اخوانا ناخذ انواع المساحات، انواع المساحات في المقاطع بتصير مع الكسر او مع اليلدنج. يعني اول نوع هسه ان شاء الله كله راح يكون واضح وراح ناخذ عليه امثله كمان. اول نوع عندنا اللي هو الايجروس، ثاني نوع اللي هو الانت، ثالث نوع اللي هو اي افكتيف. نوضح كل واحده فيهم. الايجروس يعني احنا مش حكينا اليلدنج بتصير على المقطع الكامل مش عند البراغي، لا، في المقطع كامل. فالايجروس هي مساحة المقطع، يعني لو كان عندي وايد فلانج بتكون مساحة الوايد فلانج كاملة. تمام.
المساحة هاي، هاي طبعا بنجيبها من الكود، المساحة كاملة يعني. المهم لو كان عندي channel مثلا، برضو مساحة المقطع كاملة بنجيبها من الكود. حلو، لو كان عندي مثلا plate، البليت ما مش موجود بالكود، البليت احنا بنضرب الثيكنس بالطول، تمام. المهم هاي هي الاجروس اللي هي مساحة المقطع، لانه وهي بنستعملها باليلدنج، لانه اليلدنج بصير على المقطع كامل، فبهمنا مساحة المقطع كامل ناخذها من الجدول، او ممكن انه اذا كانت بليت نضرب الطول في العرض ونجيبها، تمام. هاي الاجروس. ثاني نوع اللي هو الانت، الانت او الاي افكتيف، تمام، او الاي افكتيف، هم الثنتين بنستخدمهم للربتشر، تمام. يعني ايش الفرق بينهم هسه ان شاء الله بنبين. الربتشر حكينا بصير الكسر اللي عند البراغي، تمام. فلو بدي اخذ انا مقطع من هون، لو كان بليت مثلا واخذ مقطع من هون، راح اشوف زي هيك، وهي محل البراغي هيك راح يكون، تمام. فانا بدي مساحة المقطع، فايش بعمل؟ الانت بدها تساوي الاجروس ناقص عدد البراغي ضرب الثيكنس ضرب الدايميتر تبع الفتحة، دايميتر الهول. بدنا ندير بالنا اخوانا في نقطة كثير مهمة، انه السؤال ما بعطيك دايميتر الفتحة، السؤال بالعادة بعطيك دايميتر البرغي، دايميتر البولت، تمام. فانت بتروح بتزيد عليها 3 مليمتر، تمام، هيك انت بتكون اوجدت دايميتر الهول، تمام. هاي اللي بتهمنا لما تزيد 3 مليمتر، هي اللي بتضرب فيها بالثيكنس بعدد البراغي، هيك توجد الانت، تمام. طب هسه الاي افكتيف شو الفرق بينه وبين انت؟ انا بقول لك الفرق بينهم ثنتين، انه عندنا مثلا وايد فلانج، تمام، هذا منبر، حلو، بس هاي لحالها اللي فوق اسمها element، وهاي element، وهاي element، حلو. الفكرة انه اذا كان مثبت من هون مثلا، من هون مثبت، فمثبت من هذا element، فهو بتعرض للشد بس من هذا، يعني كصورة اوضح، هاي ايدي، تمام، انا مثلا بشدها من اصبع هذا بس، حلو، مش قاعد بشدها من كل من من كل من كل العناصر المكونة لإيدي، بس بشدها من اصبع واحد، حلو. فالقوة اللي بتأثر على هذا العنصر، هذا المنبر، غير لما اكون بشد هيك، غير عن القوة لما اكون بشد والله من عنصر واحد، صح، تمام. هسه هذا هو المقصود في الاي افكتيف. الاي افكتيف هي اللي بستعملها لما اجي احسب الربشر، يعني مثلا كان عندي لج، تمام، مثبتة من الرجل القصيرة، حلو، مثبتة من الرجل القصيرة، وهي من برغي، أقول برغي زي هيك، تمام. هسا ها هاي لينك، تمام، هذا إليمنت وهذا إليمنت، تمام، بس هي منبر عشان تكون واضحة الصورة. لما هي مثبتة من إليمنت واحد بس، فهون أنا ما بستخدم إنت، بستخدم إيه إفكتيف، تمام. الإيه إفكتيف قانونها effective تساوي انت ضرب يو. شو اليو؟ اليو هي عبارة عن فاكتور اسمه شير لاج فاكتور، شير لاج فاكتور. كيف نحسبها اليو؟ اليو بنحسبها كالتالي، اليو بتساوي واحد ناقص اكس على ال. شو الاكس وشو ال؟ كالتالي، يعني مثلا انا عندي الليج هاي مثبته من البرغي هذا، تمام. هسه كل شكل من الاشكال اللي اخذناها، سواء الليج او التشانل او الوايد فلانج، كل هاي الاشكال إلها سنترويد، هذا اخذناه بالستاتيك، تمام. هسه المسافه من السنترويد للمكان التثبيت، هاي المسافه هي اكس، تمام. المهم هسه بدنا ننتبه على شغله اخواننا، اذا كان شو اسمه، إذا كان مثبتة من الرجل القصيرة، الإكس هون هي نفسها الإكس اللي في الكود، يعني بالكود بيكون راسم لك أول صفحة، بيكون راسم لك رجل زي هيك، أنجل زي هيك، تمام، بيكون حاط رجل قصيرة تحت ورجل طويلة فوق، ومعتبر إنه هيك الواي وهيك الإكس، تمام. بس أنت بدك تنتبه إنه ممكن تكون مثبتة هيك، مثبتة من جهة الرجل الطويل، تمام. فساعتها أنت ما بصير تأخذ إكس اللي موجودة بالكود، لأنه السنترويد جاي هون، حلو، سنترويد جاي هون، انت بدك المسافة هاي،
الكود بعطيك المسافة من هون لمكان التثبيت. انت بدك مسافة هاي، اذا اخذت اكس غلط تروح تاخذ واي اللي بالكود، تمام؟ تاخذ واي، راح ناخذ عليها مثال ان شاء الله وتكون امورنا واضحة. هاي هي الاكس. طب شو هي اليو؟ اليو يعني عفوا شو هي ال قصدي، تمام؟ ال يعني مثلا انا عندي هيك، عندي ناخذ ليج مثلا، تمام، مثبته زي هيك، وفي هون برغي وهون برغي وهون برغي وهون برغي وهون برغي مثلا، صار فيها كسر زي هيك، تمام. ال هي المسافه من اول ما الكسر لاخر برغي، تمام. هاي هي ال. ان شاء الله هسه مع الامثله الامور توضح وبصير افضل. هذول هم الثلاث انواع مساحات، اي جروس اللي هي مساحه مقطع كامل، واي نت اللي شرحناها، واي افكتيف. بس في شغله نسيت اشرحها في اي نت ضروريه. هسه الكسر اللي بصير فيه ميل زي هيك، تمام، ما كان دغري الكسر، الكسر مال، تمام. فانا لما اطرح زي هيك عدد البراغي، المساحة لازم أزيد كمان مساحة، لأنه في عندي في اتجاه مائل. لما يكون في اتجاه مائل بدي أزيد على المساحة، ما بيزبط بس أطرح وخلص. لو كان بس دغري بطرح وخلص أموري تمام، بس لأنه في مسافة مائلة، تمام، لما أجي أحسب إنت إيش بسوي؟ بحط إنت بتساوي إجروس ناقص عدد البراغي ضرب الثيكنس ضرب ديميتر البولت، تمام. هسا بدي أزيد مساحة لأنه عندي مسافة مائلة. ايش بعمل؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الثيكنس ضرب مجموع المسافه، هاي المسافه العرضيه، يعني هاي مش عندي انا مسافه مائله، هاي تمام، المسافه من النقطه هاي للنقطه هاي بس بالعرض الموازي، هاي تمام، تربيع اللي هي اس تربيع اسمها، تمام، على 4 ضرب جي. شو هي جي؟ هي المسافه من هذا البرغي لهذا البرغي بس المسافه الطوليه، تمام، 4 جي. هاي هي في حال كان عندي مسافة مائلة، هيك بنحسب انت، تمام اخواننا. هسه ان شاء الله ناخذ امثلة بصير الامور اوضح ان شاء الله. طيب اخواننا ناخذ اول مثال على المساحات. عندي ليج مثبتة في قست بليت وبتنشد من هون في قوة معينة، تمام. حكي لي السؤال انه هاي الليج نوعها ال 100 عفوا 203 ال 203 ضرب، هاي اللي هي الأبعاد تبعتها، 152 ضرب 11.1، تمام، معطيني الأبعاد تبعت اللق، وحكي لي إنه المثبتة بخمس براغي، البرغي الواحد قطره هيك 18 مليمتر اللي هي دي بولت، معطيني إياها، معطيني مسافات بين البراغي، معطيني إنه المسافة من هون لهون 4 ضرب 70. هاي معناها انه لو انت تنزل من كل واحد خط، هاي نزلنا من هذا البرغي خط، ومن هذا هيك خط، من هذا هيك خط، ترى عندي 4 من هون لهون 70، من هون لهون 70 70 70 زي هيك، تمام. وبحكي لي انه اوجد اي نت، تمام. هسه انا في عندي احتمالية الكسر لما يصير ربشر، يعني اول اشي احتمال انه ينكسر الشكل هذا زي هيك، ينكسر هذا البرغي ويضل نازل، تنكسر زي هيك وتفلت القطع. هذا أول احتمال، تمام، هو احتمال خلينا نسمي هاي مثلا المنطقة A، بعدين هذا نجيب لون ثاني، مثلا سمينا هاي المنطقة A، تمام، وهذا البرغي سميناه مثلا B، وهذا البرغي سميناه C، وهاي المنطقة اللي تحت سميناها D. فأول احتمالية إنه ينكسر زي هيك، يعني ينكسر A B D على السريع، A B D، تمام، هاي أول احتمالية. ثاني احتمالية إنه ممكن ينكسر زي هيك، يجي من هون هيك الكسر، يروح هيك ينزل تحت هيك، تمام. راح ينكسر كيف؟ A من هون، بعدين B، بعدين يروح على C، بعدين يطلع D، ينكسر خلص يفلت الجسم، ما ضل إشي ماسكه. يعني يجي واحد يحكي لي انه ما هو ممكن يجي من هون هيك هيك، لا في برغي بضل ماسكه، او يجي من هون بعدين يروح هيك، مش حيروح هيك، يعني صعب جدا لانه بنشد زي هيك فراح يضل نازل تحت، تمام، لانه الستريس هيك بيأثر قاعد. المهم فبدنا نحسب الربشر لهاي الاي نت لهاي لهذا المسار، بعدين نحسب الاي نت لهذا المسار، تمام. نيجي نبلش اول شيء في اي بي دي، اي بي دي
هسه A net هتساوي A gross تبعت الليج، معطيني أبعاده هو عشان أوجد الـ A gross أصلاً من خلال الكود، بروح على الكود بجيب الـ A الـ A gross، تمام؟ A gross ناقص عدد البراغي اللي في المسار هذا، عدد البراغي عندي فاضل مسار واحد بس إنه راح ضل نازل زي هيك، تمام؟ ضرب thickness ضرب D hole. بدنا ندير بالنا إخوان، أول ما يعطيك D hole تاع السريع بتحول لها D hole، إيش بتروح بتعمل؟ تحكي D hole هتساوي دي فولت زائد 3 ملي متر، هيك بتزيد، تمام؟ فالدي هول هتساوي 18 زائد 3 21. هاي اخوان اللي بستخدمها خلال حساباتي، هاي هي دي هول، تمام؟ دي فولت بنساها هسه. المهم فبنيجي الثيكنس كم؟ حكينا احنا معطيني الليج، تمام؟ هاي طول الرجل الطويلة، طول الرجل القصيرة، هذا الثيكنس، هذا الثيكنس، ثيكنس 11.1، تمام؟ thickness 11.1. الدي هول معطيني اللي انا حسبتها هسه، طلعتها زدت على الدي بولت 3 ملم 21 ملم، تمام؟ عدد البراغي في هذا المسار برغي واحد بس، تمام؟ برغي واحد. الاي اي بدي اوجدها من خلال الكود، فانا كيف استعمل الكود؟ راح نشرح هاي المره. هي الصفحات اللي فيها الليج، تمام؟ باجي بفتح انا الليج اللي عندي معطيني اياها كم؟ 203 152 11.1. باجي هي 203 152، باجي بدور عليها 203 152 11.1. الاي لها هي الاي بضل نازل، وينها هيها بمشي 3830، باخذها 3830، باجي بحط بالآلة الحاسبة وبطلع انت، اسهل من هيك ما في يعني. طبعا هو اكيد مش حيجي في الامتحان هيك، بس من باب التوضيح يعني مش اكثر. ضرب 11.1 ضرب دي هول اللي هي 21 تساوي، هاي هي الانت. الانت لازم تكون اقل من اي جروس، لازم، لانه الاي جروس هي مساحه المقطع كامل، احنا هسه في عندنا براغي وهيك، فراح يكون اقل للمساحه، تمام؟ طلعت معي 3000، هي الانت طلعت معي 3596.9، هاي هي الانت. طيب هسه هذا في حال كان المسار زي هيك، ضل نازل هيك ما وجه الا برغي واحد. طب في حال لما الكسر صار هيك، راح من بي لسي ونزل، تمام؟ هسه نيجي نحسبها نشوف. اي بي سي دي، تمام؟ حكينا الاي نت بدها تساوي اي جروس ناقص ان عدد البراغي ضرب الثيكنس ضرب دي هول، بس بدنا نزيد وقتها ايش؟ العدد المسارات المائلة. هسه انا عندي مسار مائل واحد، فمش هحط مجموع وكذا لانه هو مسار واحد اصلا بس، اللي هي اس تربيع على 4 جي مضروبة بالثيكنس، ما تنسى تضرب بالثيكنس كنا راح ننسى. المهم هسه الاي جروس طلعناها من الكود، هي هاي الاي جروس طلعناها من الكود اللي هي نفسها هاي. عدد البراغي اللي في هذا المسار برغيان راح يكون، فبنحط برغيان. الثيكنس حكينا اللي هيها هيها 11.1، تمام؟ الدي هول اللي طلعناها هاي هي 21. الاس اللي هي المسافة هاي، صح؟ المسافة اللي تحت اللي بالعرض، المسافة العرضية بين هذا وهذا هي 70، معطيني اياها سؤال، حط الاس 70 وبربعها، ما تنسى تربعها، تمام؟ الجي هي المسافة اللي هي جاي بالطول، تمام؟ المسافة الطولية بين هاد وهاد اللي هي الخط المائل اللي هي 90، تمام؟ 4 × 90 هاي 90، والثيكنس حكينا 11.1. يجي بنعوض بالآلة الحاسبة، أمورنا طيبة إن شاء الله. المهم قلنا كم؟ 3830 ناقص عدد البراغي 2 ضرب 11.1 ضرب 21 ضرب عفوا زائد اس تربيع اللي هي 70 تربيع على عفوا 70 تربيع 4 ضرب 70، لا في 90، هاي مش 70، 90 اللي هي جي اللي هون تساوي، نسيت اضرب الثيكنس، حكينا ضرب 11.1 تساوي، ها
تساوي 3514. هاي هي الـ A net. تمام؟ هسه ما حد يجي يحكي لي طب ما هي طلعت من أكبر من A net لما يكون صار واحد، ما هو مالت وكان في هون برضو حفرة بورغي أخذت مساحة أكثر وهيك. طبعا فاصلة 8 مليمتر. المهم هيك أوجدنا A net. هسه لو بدنا نوجد U اللي هي الـ lag factor، تمام، على أساس إنه نضربها بالـ A net نطلع الـ A effective. U توجد كالتالي عشان نحتبها لهذا الشكل. أشوف في هون مثال. تمام. إذا بدنا نوجد U حكينا إحنا إنه U اللي هي الشير lag factor قانونها واحد ناقص الـ X، تمام، على L. تمام، حكينا شو الـ X؟ الـ X اللي هي مثلا مثبتة مثبتة من الرجل الطويلة ولا من الرجل القصيرة زي هيك. هسا كيف أعرف أنا؟ باجي بدي أعرف هي مثبتة من الرجل القصيرة ولا الطويلة. مش حكينا مثبتة بالقست بليد زي هيك مثلا؟ أحمر القست بليد، تمام، ثبتة من هون. في عنا اللي هم الخمس براغي أو اللي هم راح بين معنا زي هيك، بس راح بينه برغيا. مهم اللي هي المسافة من السنترويد لهون، بس أنا شو بعرفني إنه الرجل القصيرة هي المثبتة، بل كالطويلة هي المثبتة. فباجي بحسب هدول عشان أساس أعرف مين الطويلة ومين القصيرة. تمام، احسب هاي 58 زائد 90 زائد 55 إيش ده سوي؟ هاي 103. إذا الرجل الطويلة هاي هي الرجل الطويلة، هاي طلعت الرجل الطويلة هي اللي فيها البراغي، هي المثبتة. فمثبتة من الرجل الطويلة مش من الرجل القصيرة. أنا رسمت هون الرجل القصيرة، لا غلط، الرجل الطويلة هي المثبتة. تمام، هيك مثبتة، هيك الرجل الطويلة هي اللي مثبتة. حلو. فلما أنا أجي أخذ X، تمام، بروح من الكود بجيب Y اللي هي Y، ما بجيب الX. حلو، هي اللي بعوضها محل الX هون. فباجي على الكود، تمام، هاي محطوط X axis، لا بدور على سطحة Y axis. طبعاً الكود هذا من البوكشوب ضارب مبدئيا. المهم ندور هاي الـ Y، تمام، هاي Y وZ، بدور على الأنجل. فهي الزاوية اللي هم عطيني إياها الـ 203 بـ 152 بـ 11.1، تمام، وهي الـ Y بنزل زي هيك بلاقيها 61.7. بعوض بالسؤال 61.7 محل الـ X، تمام. هسه بدي أعوض الـ L. الـ L هي المسافة من أول الكسر، تمام، لأول برغي مثبت لآخر برغي مثبت، تمام، هي من هون لهون. كم من هون لهون؟ اللي هي 7 ضرب 4، عفوا 70 ضرب 4، 70 و70 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 اللي هي 280. بعوض هون على الأقل الحاسبة، بحط 1 ناقص بسط هسه الـ X اللي هي طلعت معي 61.7 بالمقام 280، بحط يساوي، طلعت معي الشير لاج اللي هي اليو 78% أقل من 9%. لازم تكون أقل، إذا زادت عن 9% غلط، عفوا إذا زادت عن 9% بأخذها 9%، ما لازم تزيد عنها. تمام، فلما بدي أطلع A effective، بدي أطلع A effective، A effective بدها تساوي U ضرب A net. A net بتكون معي U، هاي حسبناها بنطلع A effective. بس هاي هي كيف تحسب U، موضوعها بسيط. وهسه إن شاء الله راح نبدأ بالديزاين اللي هو بيجي عليه أغلب أسئلة المد، والله يعطيك العافية.